شو بالضبط عم يصير مع دونالد ترامب؟ رح ينعزل من منصبه ولا ما رح ينعزل؟ وشو سبب هالقصة كلها؟ أكيد كلكم سمعتوا بخبر تصويت مجلس النواب الأمريكي على عزل الرئيس دونالد ترامب. ترامب صار ثالث رئيس بتاريخ الولايات المتحدة بصوت مجلس النواب على عزله. قبله كان الرئيس بيل كلينتون وقبله كان أندرو جونسون. أما ريتشارد نيكسون ما تم التصويت على عزله لأنه استقال لحاله بعد فضيحة واترغيت قبل ما تروح القضية على مجلس النواب. فشو بالضبط بيعني هالتصويت وكيف وصلت الأمور لهون؟ أولاً لازم نشرح عملية العزل لأنه مصطلح عزل يلي عم تستخدمه وسائل الإعلام العربية ما نو كتير دقيق. الشيء اللي صار اسمه بالإنجليزي impeachment وبتعني توجيه التهم لمسؤول حكومي من قبل جهة رسمية والطعن فيه، وما بتعني بالضرورة انه الشخص يلي عم يتعرض للاتهام يخسر منصبه. ترامب تعرض للimpeachment او الطعن من قبل مجلس النواب، بس القضية لسه بدها تروح على مجلس الشيوخ، وليخسر ترامب منصبه لازم يصوت على الاقل ثلثين مجلس الشيوخ ضده. وقت تعرض الرئيس اندرو جونسون لهي الاجراءات تم الطعن فيه من قبل مجلس النواب، وغالبية مجلس الشيوخ صوتوا ضده، بس نقصهم صوت واحد ليكونوا ثلثين المجلس، وبالتالي ما تم عزله وكمل فترة رئاسته. كمان بيل كلينتون صوت مجلس النواب ضده وتمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ. ثانياً هذا الإجراء سياسي مو قانوني، يعني ما بالضرورة الشخص يكون مرتكب جريمة، بكفي يكون مخالف شروط منصبه أو متصرف بطريقة ما بتليق بهذا المنصب. فشو الذنب يلي ارتكبه ترامب بالضبط؟ هي مو أول مرة بتتهدد رئاسة ترامب، بس هي أكثر مخالفة واضحة. بالبداية كان في قصة فضائحه الجنسية ودفعه لمبالغ مالية لعدة نساء مشان ما يحكوا شو صار بينهم وبينه، وكان في شكوك إنه هالدفعات مأخوذة من أموال الحملة الانتخابية، بس ما كان في أي دليل. وبعدين إجت قصة التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، تسريب إيميلات هيلاري كلينتون من قبل جهات روسية لموقع ويكيليكس، مما خلاها تخسر الانتخابات. وهالمرة صار في تحقيق رسمي بالموضوع ليشوفوا إذا المسؤولين عن حملة ترامب الانتخابية تعاونوا مع جهات خارجية للتأثير على نتائج الانتخابات. بس التحقيق ما وصل لنتيجة وما قدروا يثبتوا بشكل قاطع انه ترامب ارتكب مخالفة. وعلى الحالتين القصة كانت معقدة لانه كل هاي الشغلات صارت قبل ما يستلم الرئاسة. اما القضية الاخيرة واضحة وبسيطة ومتهم فيها ترامب باستخدام منصبه كرئيس جمهورية لاهدافه الشخصية، وصارت اثناء مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. باختصار الكونغرس الأمريكي كان موافق على تحويل مبلغ 391 مليون دولار لأوكرانيا ليساعدوها بحربها ضد الميليشيات المدعومة من قبل روسيا يلي سيطروا على شرقي البلاد. ترامب قال لموظفينه ما يحولوا المبلغ لأنه بده يحكي مع زيلينسكي بالأول. بوقت المكالمة المرشح الرئاسي اللي كان بيشكل أكبر خطر على ترامب بحسب استطلاعات الرأي كان جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما. بال2014 ابنه لجو بايدن كان عنده منصب منيح بشركة الغاز الأوكرانية بوريسما، وصاحب هي الشركة تهم بالفساد وبغسيل الأموال، وفيما بعد ما تمت ملاحقته قانونيا. وأثناء المكالمة الهاتفية ترامب طلب من زيلينسكي انه يشوف اذا في اي دليل على استخدام جو بايدن لمنصبه لمساعدة ابنه بهديك الفترة، ومع انه ما قالها بشكل مباشر بس لمح انه هي الخدمة هي مقابل المساعدات المالية. والرئيس الاوكراني طبعا وافق، وبدال ما ينحط سجل هي المكالمة بالارشيف الطبيعي محل ما المفروض ينحط، وضع بين الملفات السرية يلي صعب الوصول لها. عدة موظفين بالبيت الابيض حسوا انه في شيء مو طبيعي وخبروا عنصر بالسي اي اي، وهذا العنصر قدم تقرير للكونغرس بهي الحادثة. وهيك وصلنا لهون. القضية لسه بدها تروح على مجلس الشيوخ، والكل متوقعت مو تهنيك لانه معظم اعضاء مجلس الشيوخ من حزب ترامب الجمهوري واقفين معه. بس مع هيك هي صارت لطخة على سجل ترامب الرئاسي، وممكن يكون لها تأثير كبير على نتائج الانتخابات القادمة بعام 2020. في صوت برا، هتصوت جو ما؟ دقيقة الله حيو. أنا معدي كده بالصدفة سمع صوته. طب ما تقول أنت بتصور وين؟ لا بالعكس، هيك سبنا ضيف على الحلقة تبعنا. شكرا جزيلا، الله يخليك. شكرا. الله حيو.